السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ حياكم الله في مقطع جديد في قناة باور اي سبورت للإنتاج الفني والتوزيع على قولة ناصر. الله يحييكم يا شباب في المقطع. طبعا مقطع اليوم صغير وسهل وخفيف، بنسأل أسئلة عشوائية عن باور، عشوائية جدا، وراح عندنا هنا ثلاثة، كل واحد يكتب إجابته في ورقة، واللي غلطان العقاب هو ينفخ بالونة اللي انت تنفجر بفمه. تمام؟ اوكي، لا تنسون اللايك والاشتراك، وما في احد فينا عنده كود، استخدموا اس اكس بي لعيون الحلوين، اس اكس بي اس او اكس شباب. السلام عليكم. اس او اكس لعيون. السلام عليكم شباب، انا موجود خلف الكواليس، اس او اكس. اس او اكس لعيون الحلوين، يلا، مشاهدة ممتعة. طبعا الحكم معنا روب، حياك الله حبيبي روب. اهلا وسهلا. الحكم اللي الله يحرمني منه. تعال زيد حق هذا. حكم حكم. تفضل يا شباب، هذا قلمك. بسم الله. لازم سالول بسم الله شباب، سؤال قدام وقته، يلا يا ربي حبيبي انت راح تغش. بسم الله، غطوا غطوا. وش عيارك ناصر؟ اكتب بسرعه ناصر. 10 9 8 3 2 1. طب ستوب 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 ستوب. خطا راح يتعاقب. يب 1 2 3. ايزي. بس حبيت اعرف ليش الكوالا 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 لا ثلاث اجابات صح. طيب كيف امك؟ كيف حكم امهم؟ لا اللي بيتعاقب ذا حكم من السويد وربي يا اخي بالله لا روق امنا. ما في ما جاء صح ما في سؤال اللي بعده. ارضى انا اقول يا اخي نعاقب الحكم. سؤال اللي بعده ايه؟ هات كم من سلطان يا ل... يعني هذا بيغش مني. انا اعرف انا اعرف. 5 4. انا بكتب اخر ثاني لاني اعرف. 2 واحد. يا ولد هذا لسه ما كتب. هذا لسه ما كتب. هذا لسه ما كتب. انا كتبت. هذا ما كتب. ما كتبت. يلا 1 2 3. لا 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 خلاص. ما كتب. بس داي يا عيال والله بقوم اتجالد معاه. يا استاذ يا استاذ علي الحرام يا استاذ وخر. والله انا ابراهيم قاعد يخرب. ابراهيم قاعد يخرب. والله ما يكتب. 2000 years later. قشاش والله قشاش مني ذا. ابراهيم صح. يا بدر يلا دريك. اسمع الحين انا وذا غلط. ايه الوضع بيننا صح. هذا ولا دخل. لا وين كان وين كان يقول انه عارف. لا قاعد يحرشك قاعد يحرشك حكم. خليك صارم يا ساتر. والله انك خطف مره ثانيه وسبك وسبك يا اخي. حرام عليك يا اخي. نلعب حذر ورقم مقصر فينا غلطان يتعاقب. مو صراحه انا اشوف انها منصف معروفه. اي شيء عندنا في تحديات باور تبي تحدد اي شيء حذر ورقم مقصر. ها لعيونكم حتى بفوز انا ناظر فيك. يلا 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 حذر ورقم مقص. بسام بسام ها ها يلا ها حجرة ورقة من قص. القم ايزي يلا يبا يلا جو بيبي. عاد 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 خليك انجا خليك انجا خليك انجا خليك انجا بعد 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 حيد. يا عاد والله انك الافضل. القم والله انه تعود صلت عنا يا بدا بيطعنا لواء بيطعنا حيد ناوي. كم عمر بها؟ ايزي يبدأ. 10 9 2 1. كام يا عيال؟ إيزي كلنا صح كلنا صح. يقلع أم القهر يقلع. كيف تعرفون بها يا أخي؟ بسام خارج المشاركة. إيه ليش؟ كم عمر بسام؟ 3. طب أنا بكتب حق الطقطقة. بس كم عمرك؟ 5 4 3. أغشش كتب. 2 1. دن 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 طالع في الكام كذا. اتحداك من اللي اصلا حتى اللي في الكام ما يعرفون. والله حد الورق مقص هاي تعاقب. يلا ايزي هات البالونه بسرعه بسرعه. لعبي حد ورق مقص. طيب حد ورق مقص. انا حط مقص. يا ساد يغششني يا ساد. يلا يلا حجر ورق مقص. القم خلها عندك. ايش بك تصدق معاك يعني اكون صادق يعني. يلا يلا يا اخي بالله اخلص علي بالله انك تخلص. اتفخ حبيتك ابراهيم. كم عمر روب؟ انا عمرك الحقيقي ولا عمرك حبيبي عمري انا كم عمري ما تسولف. والله هذا كم عمر بحسب مخلص يسار. هذا 2 والله هذا ايزي. ابراهيم صح. يا القم كذاب القم
يا حبيبي وات انا بنفخ بالون اوكي بس انا بقول لك دبل اور نوت اوكي بلا بحزر ورقه مقسم عليك اذا فزت تاخذ بالون واحده اذا انت فزت انا انفخ بالونتين نفس فمك اثنتين ايوه كذا تعطي مهاره البالونتين ما يصير السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته تصورون تصور مقطع في تحدي اكل لا ما في جوعان وانا ناظف الكاميرا بعد يلا طيب حجر ورقم التاس لقمك عرفت نظرة الواثق عرفت اللي فزت وانا ناظر هناك حق ما شيء حلو انفخ لين تنبدل اوه تعور ذي انت يا حمار انت ما في جرب لنا وطعت خشمه والله ارفع قضية ولا ذي رفع اوه فمي يا عيال في شيء اح نزل دم اح يلا محمد يلا يا حكم انا مش حصلها يعني الموضوع صار شخصي يعني انكم لقمتوا الا ابراهيم حلو انا بحاول اغلط ابراهيم حجاوب على كل سؤال ما حيقدر يعرفون تلقم طيب صدقني ها كم مر فواز يا حبيبي شكرا سهله يا بوي 5 4 3 2 1 يا كم يا اساس اسكت انا الفايز بلا ورق جيب بطاقه احوالهم القم فواز جيب بطاقه احوالك ما صدق ابيك تنفخ البالونه اقسم بالله لا خليك تعب نفسيا تنفخها كامله بدون لا توقف رجاء انفخها يلا انفخها يا ابراهيم يلا ورانا التصوير يا اخي ورانا محتوى للجماهير بالله اسمع بالله فلاش باك يزول والله ما راح اخسر ابد حجاوب على كل سؤال ما حيقدر حجاوب على كل سؤال والله ما راح اخسر ابد يلا ابراهيم يلا عادي عيال بالله كلكم معكم شوك ليش ما معك انا معي قلم انفخ تكفى خلاص لا 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 ابراهيم لا يا اخي بالله لا تخاف يلا يا ابراهيم ابعد عني يلا ابراهيم اعطيك مساج يا ابراهيم اعطيك بس مساج يا ابراهيم اوه انا ريزك ايزي ايزي يا عيال اترك كتفي يا عيال شوف الجواب هذا اسرع واحد صعب جدا لأن ما اخترنا عمر حقيقي اخترنا عمر عيارته اوه سؤال كم عمر ناصر يعني كم عمر الكولا وات ها اهم شيء الكولا لها عمر كم سر امي والله شطح لنا بسؤال غريب والله كم عمر ناصر هذا كم عمر ناصر ايوه كم عمر ناصر كم عمر ناصر ولا كم عمر الكوالا؟ كم عمر ناصر؟ أنا الصدق أتفق مع الكوالا والله كم 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 تكفى ليش 24؟ لا هذه بلقم هذه بلقم هذه بلقم هذه بلقم هذا بلقم أنتوا أصغر وهو أكبر 23 اللهم لك الحمد لا بس في شيء حد على رقم يخص 1 2 3 إيزي برا خلاص هو اللي تعاقب خلاص أنا لا اسمع لا خليه يوصل لحد معين عطى خليه يبقى حاله بعدين يلا اوه انا بليزك والله لا لا والله والله نزحت والله نزحت والله نزحت شوف حمار يعني والله خلاص اقسم لك 93 انت لهب والله ايزي والله ايزي يلا يا ولد يا سواد يا ابراهيم يا والله حرام والله احترم الحكم ضحي عني ركان والله حكم والله حكم اسمع حكم 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 لحظة ايه لحظة خلو ايه والله شكرا والله مغري يا والله شكرا لك شكرا لك والله شكرا يا جماعة معلش كلكم تستعملون كود دي بي في المتجر حق ركان والله يستاهل والله يستاهل ركان كم عمر يا والله ما بتعب خلاص نفس سنة 95 ما ادري يا اخي ناظر فيني ناظرون فيني ها طبعا اول رقم معروف 2 كبر جبهتك صح اقسم بالله نفسي تعبت انا صح انبسط انبسط القم مين صح؟ انت قريب منه الحمد لله ليش؟ انا راضي خلينا نشوف اذا اخويك بتبرع لك الحين هنا نشوف فائده الاخوه والصداقه يب 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 هنا تبان معادنهم الحقيقيه يا جماعه الخير الحين ما اعطيتك نشر انا ما اعطيتك قام يمن عليك ايه قام يمن يذلك
تدري في النهاية من اللي بيكون أول قناة في الديسكريبشن؟ أنا يا جماعة أنا صحيت في لحظة والله نسيت تعبت والله نسيت تعبت يلا يا إبراهيم أنا أرى أن المفروض والمفروض أن المقدم يضحي ولو لمرة واحدة يا جبان يا مقدم يا جبان أنا جبان أنفخ أيوه بالله 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 خلين ما قد جربنا شيء أيوه والله من جد والله توه بجربه ميو خلاص خلاص بالله يا مشكلة في احتياط على طول في احتياط امسك يا سلام قلت ابي اسوي معك حرب ايوه تش 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 ايوه تش لا يا اخي يا اخي خلاص والله ما دخل والله ما دخل والله انه بريء والله انه بريء خلاص ثاني مره ثاني مره ثاني سؤال ليش ما يخصك الحكس ما يخصك رجع انا السؤال عندي ايوه اذهني طيب السؤال كالتالي انا عندي عمر عمري الشخصي بس انه ما حد يعرفه في عمر معروف فيه كل الاشخاص اللي يتابعوني في السوشيال ميديا يعرفون عمري صدق بس وش عمر راكان في السوشيال ميديا وش عمر صار في السوشيال ميديا عندك تدخل اليوتيوب تدخل بثي بتويتش تكتب عمر استفهام يعطيك عمري عمر استفهام كذا رجاء رجاء حكم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ما انا بسك سؤال الان لو انا عرفت ايش لي مستحيل لك عشاء اليوم على حسابي والله اي مطعم تبغاه وش انا مسوي رجيم ما اقدر اكل سالب واحد غلط كلهم ها من كلكم غلط محمد الحكم سيد الاستاذ 31 طب من اقرب والله يتعاقب والله يتعاقب والله يتعاقب والله يتعاقب اكثر واحد يتعب بجهدي يلا يلا حكم والله انت تعاقب والله انت تعاقب والله انت تعاقب السلام عليكم وعليكم السلام حياكم الله شباب شو اخباركم طيبين نبدا بالوحش بسام الله يعطيه العافيه حبيبي محمد تفضل تفضل بعدين ثلاثه تنفخون مع بعض واحد اثنين ثلاثة سريع محمد والله العظيم بسرعة سريع شباب والله بعيد والله بعيد والله بعيد والله بعيد ما شاء الله تبارك الرحمن والله العظيم حقك مرة مغري والله زي الناس يا حمودي زي الناس بروح انا بشرد بشرد والله ما عاد اقعد معكم يا قليل الادب شاكر هذا عقاب سيداتي سادتي والله النفسية تعبت العقاب والله الصدق اللي يشوفه يكون عادي بس لما تعيسه يا أخي يقسم بلا تجربة يرجعوا لنا شطة أبرك يا جماعة رجعوا لنا شطة يا جماعة إلى هنا يا شباب نوصل نهاية المقطع ونختتم لكم لا تنسون اللايك والاشتراك وكود SXB يلا يلا مع السلامة والسنين تمضي وتمر وابني فيها طوب طوب واللي جاي من اللي مر واللي يزرع ما يخيب وشفنا نحصد الجنا وغادي عشر سنين تمر وانجازي باقي مستمر بنت من لا شيء كيان ومعلم بالمجال بنت من الحطام احلام اجيب للواقع الخيال وشفني يكبر مع احبابي كل يوم اكثر واكثر شوفهم جاراني مسيري مع بعضنا صرنا نكبر